طيب كابتن سعد عبد الحفيظ، لازم اخدك على هو هل النادي الاهلي، لان ده السؤال اللي انا بساله حتى الناس مستغربه عماله تبعت لي ايه يا عم اسلام، وانت لو هل النادي الاهلي نادي مصري ولا نادي اخر؟ يعني انا الحقيقه بصراحه مستغرب جدا. كابتن خطيب في انترفيو قبل الانتخابات كان بيتكلم عن في وسط المواضيع وهو بيتكلم اتكلم وحذر حذر ان يا جماعه هيبقى عندنا مشكله كنادي اهلي، لان النادي الاهلي هو اكتر نادي في مصر بيمول المنتخبات المصريه، وبالتالي على الاقل خلينا نتكلم في دلوقتي 5 لاعبين موجودين في المنتخب المصري، لو فضلنا بنفس هذا العدد والنادي والمنتخب الوطني وصل الى المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا يا كابتن سيد. غير المحترفين الافارقه بقى اللي بيلعبوا في المنتخبات، علي و مالي وتونس والمغرب، يعني مش عارفين برضو هنعمل ايه يا كابتن سيد. طبعا يعني انت اولا الاختيار او تضارب المواعيد ده لغز، دي حاجه غريبه هيجي جدا. لا هيجي يوم وهنفهمه، يعني الموضوع مش عادي، يعني مش صدفه ابدا، ولا دي وشوش الموضوع متفاجئ بالميعاد. دي برضو حاجه تحيرك الصراحه. يعني اللقاءات والابتسامات او التعامل ده مش يعني دايما لما هبقى معاك في حاجه انت فاجئتني وانت صاحب القرار في حاجه مش فير بالنسبه لي، فاكيد تعبيره وشي هتبقى باينه، يعني تعبيره وشي. لكن لو انا عندي خلفيه بميعاد سابق ولا حاجه، فالموضوع يعني في حاجه مش طبيعيه الصراحه. اثنين، هو يعني هو بتتكلم في عدد، ما بتتكلمش كمان في امكانيات وقدرات، انت بتتكلم في عدد. يعني هطرح سؤال، يعني وانا لو قلت لتشيلسي روح بكل ب 40 لعيب مش ب 23، بس ال 11 اللي بيلعبوا اساسيين مش موجودين معاك، هيوافقوا؟ لا طبعا مش هيوافقوا. او هيبقى ده فين بالنسبه لهم؟ مش هيوافقوا ولا فين؟ هو السنه اللي فاتت يعني والنبي يروحوا لكاس العالم للانديه، بس لعيبه المنتخب الالماني ما يبقاش معاكوا؟ ده يعني ده برضه يعني قرار عجيب جدا. ما اعتقدش ان في اي نوع من، سيبك من الفير والعدل والكلام ده كله، لان الكلام برضه يعني واضح ان هو بيبقى في الاستهلاك المحلي، لكن انهي منطق ده، او انهي يعني قرار انت تسمع بيه او يتقال لك فتمر مرور القران كده يعني. لا والغريب اثنين احنا مسؤولين بالنسبه لهم، او هم مسؤولين بالنسبه لنا، يعني الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. يعني انت لحد وقتنا هذا لا سمعت ده مثلا قال كلمه فيها استنكار ولا ده قال. ويا كابتن سيد معلش انا اسف جدا، انا كل يوم بشوف لقاءات للكابتن احمد مجاهد، وانا بقول اهو على الهوا للكابتن احمد، ولسه حاطط الصوره للكابتن احمد مجاهد من اسبوعين ثلاثه، كان في افتتاح مشروع الهدف والمنتخبات القوميه، كان انفنتينو موجود رئيس الاتحاد الدولي، وكان موتسيبي موجود رئيس الكاف، افتتاح كاس العرب كانوا قاعدين جنب بعض، والكابتن احمد مجاهد المفروض ان النادي الاهلي بيتكلم من خلال الكابتن احمد مجاهد. فحاجه غريبه جدا يا كابتن، انا خليني انا اللي اقول الكلام ده، لانه انا مستغرب جدا. هو ما ينفعش في قاعده زي دي يا جماعه النادي الاهلي عنده يوم كذا مباراه افتتاحيه، والمنتخب المصري عنده يوم كذا مباراه نهائيه، ما ينفعش نحل الموضوع ده؟ هو الموضوع كمان مش موضوع ان انت يعني بتستعلم يا اسلام، ده موقف. ده موقف، الموقف بالنسبه لك انت لازم تبقى واخده ومصمم عليه، وحتى لو ما تحققش بس انت موقفك يبقى ثابت، لان على عبر التاريخ زي ما بيقولوا يعني. انت كاتحاد مصري او اتحاد افريقي اللي بيمثلك في البطوله ديت هو النادي الاهلي. بغض النظر بقى يعني كان النادي الاهلي محبب ليك مش محبب ليك، اتحاد محبب للاتحاد الافريقي مش محبب للاتحاد الافريقي، دي قصه ثانيه. لكن ده اللي بيمثلك يعني. يبقى في المفروض يعني يبقى في نوع من التصميم واشبه باستنكار بشكل كبير جدا، وتبان حتى في التعامل. لكن انا اشك من اللقاءات ان الموضوع ده معروف من فتره على فكره. باين جدا ان هو معروف من فتره. طب ايه اللي هيحصل؟ طب انا هتعامل معاه ازاي؟ طب وايه اللي هيبقى يتم حله ازاي؟ طب انا يعني هم بداوا كمان يبعتوا لك يقول لك انت عندك قائمه اوليه زي يوم 3 ويوم 24. طيب يعني يوم 23 مثلا، يعني طب انا لو حطيت 23 اسم منهم 11 واحد ولا 10 افراد ممكن ما يبقوش موجودين معايا، صح؟ طب ازاي؟ يعني هكمل البطوله ولا ابداها ازاي؟ يعني السلسله مش عايز اقول المتضرره هو النادي الاهلي فيها، لكن كلهم سواء كان الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري اللي هم اصحاب القرار واللي حاطين الاجنده المواعيد ديت، سواء كان كاس العالم للانديه او
نهائي كاس الامم الافريقيه الافريقيه. وبيطالبوك ان انت اللي تحل.